اهلا وسهلا يا الف مرحب، نورتونا وانستونا وشرفتونا. اهلا 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 اهلا. دلوقتي حالا هنمثل ونغني ونرقص، يعني باختصار هننبسط طول النهار كلنا بين الشجل وبنتعب علشان بني ادمين. والبني ادم ميزته انه بيشتغل، لانه من غير عمل او شغل ولا يسوى، يبقى طوبة لا ليها لا حس ولا خبر ولا ليها فايدة ولا فيها امل. العمل هو ميزة الانسان عن بني الحيوان، وده انتوا بتشوفوا الناس حواليكوا وبتشوفوا بعض. اللي بيشتغل في المصنع واللي في المكتب واللي في الارض، ده بينجد وده بيسمر وده بيجزر وده بيبني ويعمر وده بيدرس وده بيحسب وبيسطر وده بيقصقص وده بيعصر وده بيرصص وده بيعطر وده بيقرا وده بيقطر وده في الحجر بيكسر وده بيعزف وده بيصبر. واللي بيشتغل اكتر خليته يتجبر ويتبسط اكتر. والبني ادم لما تقدم علم الحيوان الشغل، الفيل يشيل والطور يدور والكلب يحرس والحصان يبر ويتمخطر. انتوا تكتر لكن عمركم شفتوا حد طول النهار يهزر ويهنكر وطول الليل ينام ويشخر؟ طبعا مش ممكن. في حد يقدر يعيش من غير ما يشتغل؟ ها؟ في؟ ايه؟ قلت ايه؟ سمعني، في؟ ها؟ حد يقدر يعيش من غير ما يشتغل؟ سواء كان انسان او جمل؟ ها؟ في منكم حد بيقضي الوقت كله في هزار وكسل؟ ها؟ ما تردوا، في؟